خلينا نرجع شوية بقى للبداية، كلمني عن بدايتك. مين أول حد قال لك أنت لازم تكون لعيب كورة؟ حد اكتشفك بقى؟ يعني البداية كانت فين؟ أول حد قال لك أنت لازم دلوقتي تروح تعمل اختبارات كورة وتكون لعيب كورة؟ هو انا من اسماعيليه اصلا، بس يعني ما حدش اكتشفني. انا الحمد لله من صغري كنت ما فيش في دماغي عايز العب، عايز اطلع لعيب كوره. فيش بقى تعليم برضو اللي هو ايه، بتعلم كل حاجه بس ايه، لا مثلا ايه، ما اروحش المدرسه واروح العب كوره، ما اروحش الدروس واروح العب يعني كوره. كنت بتسيب دراستك وتروح كنت تلعب كورة؟ بسيب، انا والدي متوفي، فوالدتي هي اللي كانت مسؤوله عني يعني، وطبعا انا بنتهز الفرصه دي ان انا بقى، انا من غير والدتي ما كنتش هبقى حاجه طبعا خالص. هي اللي كانت بتتعب معايا، وبدعواتها طبعا فضلها عليا وفضل اخواتي، كانت على طول دايما ايه تتخانق معايا، لا لازم تروح المدرسه، لازم تروح دروسك، لازم تحافظ على نفسك، دي مع دي الكرة مش هتفيدك غير زي التعليم. يعني هي كانت شايفة انه كانت شايفه كده، لحد ما ربنا كرم الحمد لله وبدات في الكوره، فايه سبت التعليم خالص، فبقت معايا في الكوره، بقت متابعه كل حاجه عني والماتشات كلها وكل حاجه. بقت تقول لك سيب بقى الدروس وروح لا العب بقت كورة. بتقول لي دلوقتي طبعا روح. طبعا انا دلوقتي في جامعه، في كليه تجاره جامعه قناه السويس في سنه ثالثه، فهي برضو ايه كل من وقت للتاني عامل ايه، في الامتحانات بتروح ولا لا كده يعني. ناس كتير ما تعرفش انك تلعب باك رايد وديفندر. ايه احسن مركز بالنسبة لك؟ هو انا المركزي الاساسي المساك، بس انا طبعا الاول انا في الناشئين كنت بلعب مثلا ديفندر باك رايت، دلوقتي بلعب باك رايت وديفندر على حسب ما كابتن رضا بيوظفني يعني. بالنسبة لك ايه احسن حاجة؟ الاثنين احسن حاجه، اهم حاجه اكون في الملعب. دي اهم حاجة عندك، ايوه مش مهم ايه المركز، اهم حاجة تبقى في الملعب. ايوه بس في مركز قريب كده لقلبك شوية، بتحس انك لو لعبت في المركز ده انا هأدي بشكل احسن ما هو بكتير؟ مركزي الاساسي اللي هو المساك. المساك. طيب انت عشت طبعا وقت كبير مع النادي الاهلي، اهم حاجة عشتها مع النادي الاهلي ايه؟ حاجة أثرت فيك في النادي الأهلي؟ انا ما قعدتش اعتبر وقت كبير، انا قعدت سنه بس. الصراحه السنه دي كونت شخصيتي، كونت شخصيتك ازاي بقى؟ في الملعب وفي التمرين يعني. انا الحمد لله حضرت كابتن حسام غالي، قبل كان اخر 6 شهور لي قبل ما يعتزل، فانا لسه كنت جاي الاهلي في شهر 1، كان هو رجع بقى، فكل يوم بقى في التمرين اشوفه بيعمل ايه، ما بيعملش ايه، بيتمرن ازاي، جد في التمرين. كله عارف طبعا كابتن حسام غالي في التمرين وفي الماتشات ما بيهزرش طبعا. وعامل ازاي. كنت بتراقبه من بعيد يعني؟ كنت بقى من بعيد احس ان هو يقرب في حاجه، الاقي بقى بعيد في الجنب. طب ما فيش مره مثلا رحت قلت له انا عايز نصيحه من حضرتك مثلا او لا، هو الصراحه ما بيبخلش، ما بيستناش حد يقول له، هو ما بيبخلش على حد بنصايح ولا حاجه. في حاجه قالها اثرت فيك او فاكرها؟ هو مواقفه كلها بتأثر فيا صراحة. أنا وأكرم بالذات يعني، أنا أكرم حضرناه الفترة دي، وما رحنا الجونة كان هو مدير الكورة، فقعدنا معاه فترة طويلة جدا، فأثر معانا جامد جدا الصراحة. ايه الموقف اللي أثر أو فاكره لو لا أنت مواقف فاكر؟ كتيرة ليه، مواقف ليه إن هو إزاي محافظ على نفسه، إزاي لعيب بروفيشنال، تمرينه وأكله ونومه، كل حاجة بيتعامل معاه إزاي. فالواحد يعني على قد ما قدر الحمد لله حاولت أستفاد منه في الملعب، ومن روحه ومن القتال بتاعه في الملعب، ان الواحد يبقى حاجه زيه كده ان شاء الله. في عقود يعني احتراف بره كتير ولكن ما حصلش نصيب، عايزك تكلمني عن تفاصيل الموضوع ده. لا ما حصلش، انا كان جالي عرض من ريد ستار الصربي من سنتين كده، بس كنا ساعتها لسه راجعين من الكورونا، وكان وقت الدوري عندنا غير الانتقالات بره، وكان فاضل كنت انا في الجونه لسه، فالعرض جه والنادي الاهلي هنا وقف وكل حاجه، بس انا كنت مرتبط بالجونه، كان فاضل مثلا كان فاضل بتاع 10 ماتشات على نهايه الدوري، او الوضع ما كانش كويس في النادي يعني، كنا لسه بننافس، هنقعد هننزل كده، فالموضوع اتاجل بكده يعني. انا ما فتحتوش حتى معاهم، مع الناس هناك يعني، كان كنت كابتن عايز حسام تروح؟ غالي كنت عايز اروح، وحابب ان اروح ان شاء الله يبقى في حاجه كويسه قريب، بس الفكره ان انا ايه ما تعودتش ان انا اكون مديك مثلا كلمه وماشيين مع بعض الطريق، واقف في نص الطريق اسيبك وامشي، ما تعودتش على كده الصراحه. فده يعني الموضوع ما كملش مشيش بسبب كده؟ بسبب كده في حد بعينه اللي وقف الموضوع؟ لا ما وقفش، هو الموضوع ده هو الفكره في كده، ان انا ما فتحتش هناك نادي الجونه عشان لسه في ماتشات وفي التزامات معاهم، ما فتحتهمش في الموضوع، ولكن عامل حسابك انه هتفتحهم في الموضوع. هو الموضوع ده اتقفل، فيه حاجات تانية اتفتحت يعني، بس لسه ان شاء الله شغالين فيها. ايه الحاجات التانية؟ لسه بقى ان شاء الله، مش عايز تصرح بيها؟ لا اما تبقى في حاجة رسمية ان شاء الله بنصرح بيها. ان شاء الله كل التوفيق ليك. طيب شاركت مع المنتخب الاولمبي في افريقيا بس ما انضمتش للاولمبياد. في الاولمبياد